السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويطهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ويجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وهذا لقاء متجدد ثاني نستغله بالتعليق على تائية الإمام أبي إسحاق الألبيري رحمة الله عليه. وهذه القصيدة كما أسلفت تعتبر من عيون الشعر العربي بما تحتويه وتتضمنه من فوائد ودروس وعبر وحكم بليغة بها يستقيم سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول الإمام رحمه الله، وسأقرأ عليكم بعض الأبيات. قال رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هذه القصيدة كما قلت فيها نصائح، ولكنه جعلها رسالة موجهة لشاب اسمه أبو بكر. كثير من الشراح حينما يذكرون القصيدة يقولون أنها مصنفة لولده، يعني هذا أبو بكر، قالوا أنه ابن أبي إسحاق الأدبيري. وقد كانت العادة عند العلماء أنهم كانوا يكتبون الرسائل لأبنائهم ولتلاميذهم، كما فعل الإمام الغزالي رحمه الله، والغزالي وأبو حامد حجة الإسلام في رسالته لفتة الكبد، وهي رسالة إلى ولده. وقيل أن الإمام ابن أجرون رحمة الله عليه حينما ألف رسالته أو مختصره في علم النحو إنما ألفه لولده، يعني جمع له قواعد اللغة أو قواعد النحو في متن مختصر. وكذلك قيل أن هذه المنظومة إنما صنفت أو ألفها ونظمها الإمام لابنه، ولكن الراجح عند المحققين أن أبا بكر هذا ليس ابنه، وإنما هو أحد الشباب الذين عابوا الشيخ وأساءوا إليه، فلم يرد عليهم الإساءة بالإساءة، وإنما ألف لنا هذه القصيدة التي كما قلت تعتبر من عيون وكنوز الشعر العربي. أبا بكر دعوتك إن أو لو أجبت، أي هذا الشاب الذي أساء إلى الإمام، دعوتك لو أجبت. وسيأتي ذكره، يعني هذا أبو بكر يجي معنا، سيأتي معنا في ثنايا القصيدة وفي بطن القصيدة. فناداه بكنيته، وهذا من التلطف، وهذا من حسن الجواب وحسن الخطاب كما يقال. قلت ناداه بكنيته أبا بكر، قال دعوتك لو أجبت
إلى ما فيه حظك إن عقلت، يعني أدعوك إلى خير عظيم، وإلى ما فيه صلاحك وما فيه نجاحك وما فيه فلاحك. ما هو هذا يا إمام؟ ما هو هذا الشيء الذي فيه الحظ؟ قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هنا وقفة. العلم عموما في نصوص الشرع، إذا أطلق العلم كثير من العلماء يقولون أن المراد به العلم الشرعي المرتبط بالقرآن والسنة، ويفرقون ما بينه وبين العلم الدنيوي. أرى أنه لا تضاد ولا تعارض ولا تنافر ما بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، ما دامت النية القرب من الله ونفع العباد والبلاد ونفع الناس، فكل علم هو معرف عن الله، لا ينبغي حصره فقط في العلم الشرعي، لأن من فعل ذلك فقد تحجر واسعا. إذن الإنسان حينما يدرس الطب ويدرس الرياضيات ويدرس الفلك ويدرس العلوم بمختلف أنواعها، فهو في نظر الإسلام والدين متقرب إلى الله، فهو في عبادة. وقد تعقل ذلك الأسلاف، تعقل ذلك من كانوا علماء وكانوا أطباء وكانوا علماء فلك وكانوا فلاسفة وكانوا مبرزين في جميع مناحي العلوم. إذ تجد الطبيب فقيها عالما بأحكام الشرع، لكنه متخصص في جانب من جوانب العلم. طيب، قال له: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. العلم كما قلت به يتعرف على الله، يتقرب إلى الله، يعبد الله. الله عز وجل جعل العلم سببا للأفضلية والخيرية، إنجاز التعبير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متحدثا عن القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في حديث معاوية أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخيرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفهم وتعقل الدين فهما صحيحا، فمن لم يفهم الدين فهم المخالفة فلن يرد الله به خيرا. قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، أي أن أمرك أو أن أمرك ونهيك أو عفوا أمرك ونهيك سيكون مسموعا لدى الناس إذا كنت يعني مبرزا في العلم عاملا به. فالعلماء لهم منزلة عظيمة عند الله، ولهم كذلك منزلة عظيمة عند الناس بقدر تطبيقهم وبقدر التزامهم وبقدر تجلي ذاك العلم في حياتهم وسلوكياتهم. قال: ويجلو ما بعينك من غشاها، أي العلم كي يوضح لك الصورة، كي يقوم لك المشهد. العلم تزول الغشاوة اللي تتغطي البصر
والبصيرة، لأن الإنسان ذو بصر وبصيرة. البصر البصيرة العلم هو الذي يجعلك تبصر حقيقة الأشياء وتدرك كنهها وماهيتها وحقيقتها، أما الجاهل فإنه يمشي على وجهه مكبا، يمشي لا يدري ماذا يريد ولا يدري أين يريد ولا يدري حتى كيف يسير. العلم هو نور الأبصار ونور القلوب، هو الذي يعطيك ماذا؟ تبصرا ويقينا، هو الذي يعطيك إدراكا صحيحا سليما لحقائق الأمور. العلم يزيل الغشاء، قال ويجد ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت أو ضللت. قال الحسن رضي الله عنه لولا العلم لصار الناس مثل البهائم، لأن البهائم لا تعيش إلا وفق غريزتها، فالغريزة هي الدافع لجميع ممارساتهم. الحيوان يعيش بغريزته وفق ما يريد ويشتهي، إذا جاع يأكل وإذا اشتهى أصاب وطره، بغض النظر الطريقة أو السبيل أو كيف يسلك. أما الإنسان مرتبط بالعلم فإنه يستطيع أن يعرف كيف يتصرف وكيف يعيش، كيف يتكلم، وكيف يستقيم سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت، لأن الطريق إلى الله عز وجل طريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق له أبواب، وهناك أناس على جنبات الطرق يجرون وينادون ويفتنون، وكثير ضل وزل، فيحتاج الإنسان إلى من يرشده. قال وتحمل منه في ناديك تاجا، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت، أي الذي عنده علم ينتفع به فإنه مبرز لدى الناس، الناس تحترمه، الناس تكرمه، الناس ترفع منزلته، تقف له إجلالا وتعظيما. وهذا بالنسبة للعالم الذي يعمل بعلمه وبمقتضى علمه، الذي يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. الله ذكر ذلك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بهذا قول الشاعر الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم وآدم والأم حواء، نفس كنفس وأجزاء أو أعضاء مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن لم يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. قال ما الفخر إلا لأهل العلم، وفي قراءة أو في رواية عفوا بهذا القصيدة، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، العلماء هم الذين يهدون من ضل ومن زل. وقدر المرء ما كان يتقنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، العالم الله يرفع منزلته بين الناس. قال ويكسوك الجمال إذا اغتربت، إذا تغرب الإنسان، فالعلم هو الذي يجعلك ماذا؟ يجعلك كريما معززا مكرما. في رواية هذه القصيدة ويكسوك الجمال إذا اعتريت، أي إذا تعريت، هذا معنى، أي أن الإنسان بالعلم يكسوه الله عزة وجمالا. العبرة ليست بالشكل، إنما العبرة بما تحمله بين جوانحك، العبرة بما تقول وما تحمل وما تنفع به الناس. فهو يكسوك، قد تكون فقيرا، قد تكون مقلا، لكن العلم هو الذي يجملك ويجعلك بين الناس جميلا. لهذا سيد التابعين عطاء بن أبي رباح
هذا من سادات الفقهاء، تابعي جليل، كان أسود، أفطس الأنف، كان أشل، تتخيلوا معايا، كان أشل، أعرج، أفطس، أعور، وبعد ذلك فقد بصره، لأنه ولا أعمى، يعني كان أعور ثم صار أعمى، عيوب كثيرة جدا، ولكنه كان من أفقه الناس، كان من أفقه الناس، لذلك قالوا في عهده لا يفتي في الحج إلا عطاء، تأتي مئات الآلاف من الناس من مشارق الأرض ومغاربها إلى الحج، فيقول الناس لا يفتي في الحج إلا عطاء رضي الله عنه وأرضاه. وذكروا أن سليمان بن عبد الملك الأموي حينما جاء للحج فلا زال يسأل عن مناسك الحج، ها؟ فجاءوا إلى عطاء، هذا الخليفة ولده، خليفة ولده جاء يسولوا شكون عطاء الأسود الأعور الأعمى الأعرج الأشل، فماذا فعل؟ أدار قفاه أو كان ملتفتا وهم من ورائه، قال يعني لا زال محولا قفاه عنه، ها؟ وهم يسألون يسولوه، هو قبل سوق لهم وهو الخليفة ومعه أمراء، فسليمان قال لولده قوما، فقام، فلما خرج قال لولده يا بني يا وليدتي لا تنيا في طلب العلم، ما تكسلوا شيء في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود، لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود، لأن العلم هو اللي يعطيك العزة ويعطيك الأنفة ويعطيك الرفعة. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، أن العلم ينفع الإنسان في حياته وينتفع به الناس في حياته، يتلقى الناس عنك العلم، وأيضا ينفعك بعد الممات، يبقى ذكره لك إن ذهبت، إذا مت أو مت فإن الأجر لاحقك وآتيك، الناس تثني عليك الثناء الحسن، كما هي حال العلماء. انظروا الآن إلى سيرة الصحابة، إلى سيرة الفقهاء الأربعة، إلى سيرة الأئمة والعلماء، ذكرهم طيب في ألسنة الناس. رحم الله من قال: ففز بعلم تبتغي لا تبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، أحياء هنا بمعنى أنهم أحياء في قلوب ناس، أحياء بما خلفوا وخلدوا وسطروا في كتب أهل العلم. دقات القلب قائلة للمرء له، أو دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، أي الذكر الحسن. قال: هو العضد المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في حلقة جديدة، وأشكركم على حسن الاستماع، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.